تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قالت وزيرة الداخلية البريطانية اليوم إن الانتحاري الذي قتل 22 شخصا وأصاب 59 آخرين بجروح في حفلة غنائية في مانشستر كان معروفا لدى أجهزة الأمن ولم يتصرف بمفرده على الأرجح. هذا وأعلنت السلطات البريطانية أن أكثر من 5000 جندي بريطاني سينتشرون في المواقع الرئيسية في مدن المملكة المتحدة. احتجز مسلحون في جنوب الفلبين عددا من الرهائن بينهم كاهن كاثوليكي بحسب ما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية. وأعلن رئيس مجمع الأساقفة الكاثوليك في الفلبين في بيان له أن المسلحين هددوا بقتل الرهائن الذين احتجزوهم في حال لم يتم سحب القوات الحكومية التي تحاربهم من الأماكن التي سبق أن حددوها لهم. أفادت صحيفة جاكرتا جلوب نقلا عن خبراء بأن نحو 500 شخص من مواطني إندونيسيا توجهوا في السنوات الأخيرة إلى العراق وسوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش. ولفتت الصحيفة إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من وقف عشرات الإندونيسيين الراغبين أيضا في المشاركة في الهجمات الإرهابية في صفوف المتطرفين. أدى عشرات الشبان في مدينة عين عيسى في محافظة الرقة السورية اليمين متعهدين بالحفاظ على بلدهم وشعبهم قبل أن يتسلموا أسلحتهم الفردية من طراز كلاشنكوف بحضور مدربين أمريكيين وأردنيين من التحالف الدولي ومسؤولين من مجلس الرقة المدني الذي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تشكيله الشهر الماضي مع ممثلين لمكونات محافظة الرقة. ثمنت الحكومة اليمنية افتتاح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة برية لمكافحة وعلاج وباء الكوليرا في اليمن تحتوي على 550 طنا من الأدوية ومستلزمات لتشخيص الوباء. انتخب الإثيوبي تيدروس أدهونهام غريسبوس لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ليصبح بذلك أول إفريقي يرأس المنظمة بعد حصوله على غالبية أصوات الدول الأعضاء البالغ عددها 186 دولة. توصلت شركتان نوكيا وأبل إلى تسوية نزاع بينهما بشأن براءات اختراع تكنولوجية مستخدمة في الهواتف الذكية واتفقتا على التعاون. وكانت نوكيا رفعت دعوى قضائية في شهر ديسمبر الماضي ضد أبل تزعم فيها أن الأخيرة انتهكت 32 براءة اختراع. نهاية الموجز في أمان الله.